السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في فهد المباشر من مدينة الرباط. عندنا واحد الحالة اليوم ديال واحد السيدة اللي بغات دير واحد المشروع، ولكن في الأخير كتصدق بأنها طاحت مع واحد السيد اللي نصب عليها، اللي كيدعى بأنه مقاول، نصب عليها بواحد المبلغ اللي كيناهز 70 مليون. داروا مشروع تقريبا 160 وعد المسائل الأخرى. المهم حنا 160، ولكن كي السيد في الاخر اكتشف بان دار معاها شرف بيدين، وكينصب عليها بواحد 70 مليون. حنا بغينا نعرفوا القصه ديال السيده وكيفاش وقع، وكيفاش هاد العمليه النصب اللي طرات، وهادشي وقع في طنجة ماشي في الرباط، باش تعرفوا بالضبط المناسب. السلام عليكم ومرحبا بكم هنا عندي في الدار بالرباط. انا سيدي من 2007 وانا تندعي مع هذا السيد اللي تيقول على راسو مقاول، ولكن كنا درنا واحد الشركه ديال القهوه على واحد النصيب خديته ديال الورد، تقريبا واحد المونطو مهم، يعني واحد القدر مهم من المال. شاركت معاه في 100 مليون، في هذا 28 مليون، شاركت 30 مليون، قال لي باش مهم 1 مليون كونطرا، و28 مليون شارك باش نجهزو القهوة والريستورون. ومن بعد عاوتاني خدا مني 30 مليون، قال لي باش نجيبو داكشي الماتيريال وهذا، لأن الريستورون هذا وهذا وهذا. انا كنت دايره فيه واحد الثقه، زعما لان كل ما تهدي زعما تيهضر بالثقه، انا الله انا 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 داكشي اللي مشيت عليه، مع انني انا ماستر ماركتينغ انترناسيونال من ان زعما عائله ما معروفه في وجده، ما نشكرش راسي، يعني ما عنديش حتى حراميات نهائيا في راسي. قلت سيد مدام بالوراق، صافي درنا الاوراق. من بعد نتفاجئ السيد انه سد عليا التليفون باش نشوفوا على داك هو انايا على الماتيريال واش جابو ولا ما جابوش. تنعيط له سد عليا التليفون في مره. من مشيت سولت واحد السيد، قال لي اش عرفك بهذاك السيد؟ قلت له كيفاش اخويا، انا راه كنقلب على مشروع زعما باش نديرو هذا، وهو اصلا كان يقلب على شريك. ما علينا، هذا قال لي لا راه ريشيرشي وراه معروف ونصاب وهذا. صافي ديك الساعه ما نقولكش حالتي كي ولات، مشيت لولايه الامن ديال طنجة مشكوره، درت شكايه، خرج بالريشيرش في 2008، تقبض تخلص ليا شيك ديال 28 مليون. المحامي ديك الساعه كان عندي واحد المحامي من طنجة، تخلص خدا الكوميسيون ديالو، جات انا في الكونت ديالي 22 مليون ونص. ها الخساره بدات. ما علينا، ال1 مليون والكونترا والشيك، قال لي الشيك انا بقى عندي ديال 30 مليون. قلت له ال1 مليون، قال لي استاذ هذا المحامي راه عندي شي وراق باقي، ما هذا ما عليناش. المهم قلت له الله يجازيك بخير، عطيني التنازل ديالي نشوف شي محامي اخر. صافي بديت كنجري بوحدي. من بعد عاوتاني درت شكايه نصب الاحتيال في نفس المدينه طنجه، خرج تقبض في 2012. فاش قبل تقبض في 2012 افون، بعدا تقبض في 2011، عطاني كيمبيالات وقال لي شوفي، ودرت له التنازل على العقد والتنازل الشكايه في طنجه هادشي. ولكن باقين عنده انا الكيمبيالات ديك الساعه والشيكات باقين عندي، ودرت له التنازل باش هو حس، لان كانت تقبض في الرباط على شي 12 واحد كان عنده، باش هو دائما تيدير هاد المسائل، تيمشي باش يدي التنازل يفك جرته وماشي مشكل. وانا باق عيطت له، قلت له فينك اخويا باش دير معايا هذا؟ قال لي صافي غادي نجي نفك معاك الجره وهذا. قلت له واخا مرحبا. انا كنت فاجئ، عطاني 6 المليون شيكات و70 مليون
اعتراف بدين. انا بحكم سولت ديك الساعه وكانوا 12 مليون هنا في الولايه في 2012 كانت في الولايه هنا شي 12 واحد اللي نصب عليهم، وهذا الناس مشيو تاكد شي 12 واحد اللي كيسال ما نعرف هنا اللي كيسال هنا نكتب عليك. وليت نقول اللي شديتو ربح بصراحه. انا الاعتراف بيدين اقسم بجلاله الرحمن اللي حسبني بحال الشيك. قال لي صافي عطاني 6 الشيكات، قال لي شوفي كل شهر غادي تاخديهم ونكملوا الشيكات ونبداو في الاعتراف بيدين. قلت له واخا خويا في خاطري انا راني قلت لك راني كنقول راه كان من مدام شد بعدا شدوه البوليس وهذا صافي راه غادي يخاف وغيتوب الله وهذا ما علينا. من بعد في ديك 2012 فاش بدا يعطيني شيكات، مره يعطوني على شهرين هذيك 10 10 10 10 عطاني 6 شيكات فيهم 60 مليون كل كيعني ديك الساعه كيجاوبني كيقول لي اسمحي لي راني مزير طول عليا. المهم ديك 6 شيكات دوز لي شي عام هذوك 6 شيكات. انا صدقت مصران مرت مصران سرطان في القولون الله ينجيك ونجي مرت بديك الاعصاب وبديك الفقصه من 2007 وكانوا عندي احلام بنياتي صغار باغي نقريهم. الوالده راك عارف كتقول لك انا عطيتك الامانه خويا مريض، يعني بزاف الحوايج عانيت بهم وبنياتي صغار وما والخدمه المشكل. هذا هو اللي كان انا حلمي تنديرو الحره انني انسانه مثقفه ماشي زعما وبنت عائله وباغا نخدم على راسي بالحلال. جات كانت تصدم انه ملي مشينا حق الاعتراف بدين كملنا الشيكات كمل لي الشيكات صافي تفاهمنا. كنعيط له جاوبني قلت له واسي فلان راه خصك تكمل ليا لان عاوت انت في الاعتراف بدين داير ليا كل من سالي لك هذوك كل شهر نعطيك 10 عاوتاني 10 10. الله يعطيك السر افلان هذيك 60 اللي عطيتينا خويا راني كليتها غير في المرض وفي الكريديات وداك الشيء. دابا غادي تحاول تعطيهم لي مجموعين باش نعرفهم وندير بهم شي حاجه. راه ما درت بديك 60 والو واصلا راك دمرتيني من 2007 الله يستر. عرفتي شحال شديت فلوس انايا مشاو ليا في الطرقان في لوطوروت في لي زوطي باش نقلب عليه المحامي. راه ماشي سهله راه غير ورقه اي ورقه اي ورقه الا مشيتي كتبتيها راه كتعطيك 50 درهم باش تكتبها لي فوتوكوبي المحامي. من بعد سيدي درت له باش نقول لك الفلوس مشيت درت له بديك 70 درت له حجز على داك القهوه واحد عنده واحد العقار طنجة بسميت الشركه ولكن العقار بسميتو ناضو وطعن قال لك العقار ماشي بسميتي. مشينا سيدي حنا حتى حنا ترجمنا ستاتي اون اغاب القاضي سينا في مشكور طنجة قالنا ترجموها ليا لان الابتدائيه رفض جا المهم ما جاش لصالح الحكم استنفناه. ترجمنا صدق العقار بسميتو بحضور المحافظ طنجة ومهم كلشي الوراق راهم هما كشتيهم كلشي كاينين صدق اون فان كونط العقار بسميتو. من جينا كانت الجلسه دخل في المزاد العلني التحفر بزاف المدني تيكون فيه بزاف الفلوس بزاف المصاريف بزاف هذا تيقول لنا صافي راكي صبرتي 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 زيدي صبري ما بقى قد ما فات ما علينا. حجزت على داك العقار جيت فرحانه. كانت الجلسه الثانيه الاولى عندي في شهر 9/5/9 الجلسه الثانيه كانت عندي في لو 22/10 هذا فرحانه جايين عندي واحد الشاري جوج من هولندا كانوا باغيين يشريو هاد العقار. غادا اختك في التي في فرحانه ما نكذب عليك جايه فرحانه فواحد الحلم انني غادي نجيب فلوسي ونتهنى من هاد الكارثه باش يشريو عليا هاد العقار اللي كان في المزاد العلني للجلسه الثانيه. انا في لو 22/10 كنتصدم في لو 22/10 عند جلسه مع العشرة ونص نؤكد عليها كنتصدم حاطين لي تنازل مزور. اولا حاطين لي شكايه وحاطين لي تنازل مزور. هاد التنازل اللي انا بانك جيت تنازلتي باللي انا تنازلت له سيدي على 70 مليون وان صديقتي شي وحده كاتبه بالضبط خدامه في المحكمه الابتدائيه
هي اللي توسطات ليا، بحال انا ما عنديش رجلين، ما عندي لا هذا. وزوج اختيها خدا 12 مليون زائد 70 مليون. هادشي اللي انا كان دخلت عند ديك الساعه نجري عند النائب المشكور في طنجه، نائب الرئيس، قلت له استاذ شنو واقع؟ قال لي انا براسي يا بنتي ما فاهمش شنو واقع. قال لي عندي شكايه من الوكيل العام من طنجه فيها. قلت له واش انا توصلت للمزاد العلني وغادي ندي 70 وزايد اختي وراجل زوجي اختي وهادي؟ ما يمكنش هادشي، هادشي زعما ما هو براسو. قال لي اش غادي ندير لك؟ سير لالا للرباط وشوفي المشكل اللي عندك. مشيت اسيدي للرباط، عاوتاني عند الوكيل العام المشكور، وراني التنازل. اصلا انا دوك التنازل ما كنتش فيهم، نهار التنازل ما كنتش عندي ادله بلي ما كنتش، وعندي ادله اوديوات على الكاتبه بالضبط اللي عيطت لها من المحكمه نستفسر عليها بالامر، لان انا فراسك اقسم بجلاله الرحمن انني قلت زعما ما يمكنش كاتبه 27 عام في السيرفيس غادي تخرج على راسها ب 12 مليون ولا حتى بجوج ولا حتى ب 100 ولا ما يمكنش. ما صدقتش، عيطت ليها قلت لها فلانه واش انت؟ قالت لي لا، وهذا وهذا وهذا. قلت لها شنو نقول لك؟ راه حاط لي انا، راه كنتي واش ما شتيني؟ انا ديك السيده ما شتهاش تقريبا عام. قلت لها واش شتيني؟ كتقول لي لا وهذا وهذا. هذاك الشيء اللي سجلته في الاول، بعدا جوج اوديوات والله ما سجلتهم لان انا ما عنديش هذاك. من بعد جا واحد فاعل الخير في المحكمه قال لي يا مدام خصك، يا خصك تسجلي باش تاخدي باش تاخدي ادله. هو اللي داروا لي في زعما في بالي التسجيل، ما نعرفش كي ندير له. مشيت عند واحد السيد قلت له دير لي اخويا لابليكاسيون ديال التسجيل، سجلتها معترفه باللي انا ما كايناش، وان هي تلاقات بي وراجل اختي. المهم راه لي زوديو حتى نعطيكم الا بغيتو تسمعوهم، راهم عند الشرطه القضائيه هما اللي مشكورين، سمعوهم. انا من مشيت نشوف المتابعه فهاد، من جيت من طنجة والغدالي بت بلا نعاس ومشيت، بعد داك النهار مشيت في السبيطار لانني جيت طحت ليهم تما في لي بومبي. مشيت لانني انا مرض، الناس اللي غادي تسمع مصران السرطان في المصران راه اي حاجه تتاثر عليه، واصلا ما خصنيش نتعصب، واصلا راه بزاف د الحوايج الدواء غالي، الدواء غالي. انا سامحه في دوايا، سامحه في راسي، سامحه في كل شيء، كنقول على اساس هاد الفلوس غادي نشدهم هما اللي غادي تسمى شويه، اللي انا بقات فيا الشمته. او واش هو عنده الفيلات وعنده شحال من حاجه وعنده انا بنت المسكين يتيمه ضعيفه عندي جوج بنيتات وهذا ويدي ونصب على ناس كي دايرين؟ تيجي خويا تينصب تيهرب ربع سنين تيشدو البوليس تيحط لهم الشيكات ويمشي، وتلقى اي واحد يديرها. نصب ربع سنين نغبر ونخدم دوك انا الشيكات صحاح، ونخدمهم وندير فيهم وندير نوقف عليهم، يوقف عليه البوليس يجي يجيبوه ويحطو في صندوق ويجي خارج لك بكاف بالسورسي تانا نديرها. والتغيري انا نكذب عليك نتحمل مسؤوليه؟ حنا ما مولفناش هادشي، حنا تربينا. انا حتى قطع تربيت حتى على هاد المكاتبه، كنت نتمنى ما تكونش متلبسه لان متهمه بليتو، ولا متلبسه ولا ما عرفتش كي ندير، لان 27 عام السيرفيس سي با فاسيل. وانا بقات في تنقول قطع الاعناق ربونا والدينا ولا قطع الارزاق. يعني دابا فاش وصلت سيدي تشد هو في واحد سته الخرجه باش نوقع، شنو كطالب؟ اييه هو سيدي تسد في واحد سته من الشرطه القضائيه، الله يرحم لهم الوالدين من هذا المنبر، داروا مجهود انا بعدا نشكرهم بزاف. كانت 3 ايام وحنا في الشرطه القضائيه كنبقاو حتى لربعه الصباح، وحنا تنبقاو مع انهم طعن انا داروا عليا بحث، راه ماشي شكاية، راه بثلاثة بين البحث تقام علينا. خرجوا هما متلبسين بأنهم مشاركة بستة فصول متابعين بستة فصول. شكوا على السيدة؟
انت في الابتدائيه سيدي المشكور الابتدائيه تنشكرها بزاف لان عانت معايا بزاف من صغرهم لكبيرهم مده 5 سنين وانا في الابتدائيه تنمشي واستقبال زعما صراحه ومتعاطفين معايا بزاف وهذا حكمت عليها المحكمه 6 شهور نافذه للمضطفه بالمحكمه وحكمت على هذا المقاول 2 عامين حبسا نافذا مع حنا 3 ضحايا في الاخير سيدي داروا النيابه العامه دارت الاستئناف حتى حنا استانفنا الضحايا اللي معايا حتى حنا استانفوا مشينا سيدي للاستئناف الاستئناف كان الجمعه العيد ولا السبت داز 2 ما عقلش التاريخ مور 2 طلبوا له الصراح بعد 2 رفضوا القاضي اللي شد لي الملف رفض له الصراح ثاني جلسه كانت 2 الجاي رفض له الصراح فجات بها 2 اللي دازت لي هذا مشينا على اساس هذا انه خرج 3 بصراح بكفاله 10 مليون وهي اصلا موظفه ما كتحضرش هي قالت لك انا بنت القانون وتنعرف اش ندير هو كيدعي بالنفوذ خصني نعرف شنو هاد النفوذ مع انني لاحتراماتي للشرطه القضائيه ونعاودها المجهودات اللي داروا معايا والابتدائيه مشكوره وحتى الاستئناف كانت تعاطفوا معايا ولكن تصدمت فماشي انا اللي تصدمت راه معايا 3 حنايا اللي معايا مع هاد الضحايا ديالو انا مع الموظفه في الزوير دابا شنو كطلب انا كنطلب يفتح تحقيق في هذا الملف علاش عطاوه صراح ب 10 مليون مع اننا كنسالوا له حنايا الضحايا 500 مليون واش داير مين حضرنا نهار 2 داير شهاده ب 20 مليون انا دابا تجيو تدوزوا عليا وديروا عليا خبره ما غاديش يعطيني الطبيب 20 مليون 20 شهاده 20 يوم غيعطيني الطبيب 3 شهور خصني نعس وكنقاوم وكنوقف وكنشرب لك شي دواء وتندير باش ندير راه المظهر انا هو خرج لي بشهاده طبيه 20 يوم انا راه مرض نفسيا ديجا عندي ب 2012 مرض مزمن خصو الفلوس الناس اللي تتعرفوا تشاهدني راه عارفه المشاكل ديالو خصو الريجيم ديالو خصو بزاف د الحوايج ولكن تنقول الله كبير ومين جاب مين كنقولوا حنا بين قوسين غنفتح معاك القوس تيقولوا الشرطه ما تتخدمش الشرطه خدامه مشكوره محكمه ابتدائيه عطاتني حقي ما نكذبش على الله عطاتني حقي وطلعات لي بقيت بقيمتي وما طولاتش عليا من جات الاستئناف انا السؤال الوحيد اللي عندي وانا مصدومه فيه كيفاش يخرج ب 10 مليون كفاله وهو عنده ما فهمتش انا ما فهمتش على وهي بصراحة مؤقت وفي تزوير ورق عرفي انا هما انا اللي بغيت نقول لك راه التزوير راه كان كون ما كنتش واخده ادله انا كون انا اللي راني في الحبس لان قالوا لي خديتي 12 مليون وزوج اختيها والقضيه صعيبه اختي اصلا انا خواتاتي ما كاينش كاع في المغرب ويكونوا في المغرب حنا عندنا 4 الخواتات انا وحده وحنا 5 اش من راجل اختي صدق كلشي كذوب يعني مطبوخين المحامي حاضر معاهم حتى هو قال لك في عين عوده في عين عوده ولا عين عوده وي بليتو حدا المحافظه عطاهم التنازل هبط راجل اختي دا 12 مليون هادشي اللي تيعاودوا على هاد المحامي المحترم ما عندوش مكتب باش يديروا هادشي ويجيب اختي وياخذ لاكارت ناسيونال ديال هاد راجل اختي وعندها شي وكاله هاد بعدا هاد الموظفه باش تكلف بيا انا مقطوعه الرجلين انا ما عنديش انا عندي محاميه معروفه عندهم وكاع هاد المحاميه في طنجة وما بغاو يتفاهموا معايا في الاخر غادي يجيو عندي انا ويقولوا لي الا لا زكيه ولا بالتليفون هادشي اللي كاين انا كنطلب جلاله الملك نصره الله يشافيه ويعافيه نطلب يوقف لي في هاد الملف لان طول عليا بزاف ومرضني ونكذب عليك
كرهت هاد الفلوس في جرة لانها اوراق ملونه، ولكن هو تيتعنى تيتعنى وتيسبني بالسب والقذف. راك شتي شنو خرجني؟ ما خلى فيا اللي نسى. قلت ماشي مشكل، لان ما عنديش الجهد انا ديالو باش ندير بعض المحامين. انا عندي الله، دايره محاميه راه عندي الله. كنطلب جلاله الملك الله ينصره ويحفظه ويخلي علينا علينا والله يشافيه ويخلي لوليداته والاسره العلويه باش يوقف لي في هذا الملف. نطلب السي النبوي باش يدير، لان باش يدخل لي في هذا الملف، لان عييت عييت بمعنى الكلمه. حطيت سلاح، هاد الناس كتمشي لهم ها كيجيوك ها، ما فهمتش، مع انني الاحكام كلها لصالحي، ما عنديش حكم ضدي، كلها لصالحي. ونشكركم حتى نتوما شوف تي في، وميرسي بوكو. نشكر الجمهور اللي متابعكم.